تخافيش يا هبلة، ده زمان جوزك كان معاه واحدة في الشقة. طنط يا طنط. نعم يا حبيبتي. بصي كده الحاجة دي عايزاك. الحاجة اهي اهي يا حرامية. الشنطة بتاعتي والله ما هسيبك يا حرامية. الشنطة يا حرام. البنت راحت فين؟ زي ما انا مش لاقية البنت راحت فين؟ دي اخدت الشنطة بتاعتي والمحفظة فيها البطاقة وفلوسي والفيزا وفيها تليفوني وفيها كل حاجة. طب انا اعمل ايه دلوقتي بس؟ الحربية بابا العربية مفتوحة يا نهار أبيض. الحمد لله. ماما. نعم يا غزة. أنا رايحة أرمي الزبالة. جدع يا زوزو يا حبيبتي. ماشي يا ماما. طب أنا أعمل إيه دلوقتي؟ أتصرف إزاي؟ أنا هقفل العربية وأطلع أقول لجوزي هو يتصرف. ايه ده؟ الله، ايه الشنطة الحلوة دي؟ انا هروح بقى اديها لماما. سلمى. نعم يا مدام ندى. بقول لك ايه، مفتاح العربية اهو، امسكي العربية ظبطيها وروقيها عايزاها بتلمع كده. طب الدنيا بتشتي مدام ندى، هعملها ازاي طيب؟ ماليش دعوة، عندي مشوار مهم، يلا اعمليها. حاضر يا مدام ندى. يا ماما. نعم يا غزة. الحقيني يا ماما، انا مرمي الزبالة لقيت الشنطة دي. ايه ده يا غزة، انت هاتي ايه ده؟ دي فيها محفظة. دي ده بطايق يا غزة. ايوه دي ياما قوي. نعملوا ايه بالشنطة دي يا بنتي يا غزة؟ انا مش عارفة. طب تعالي، انا جاتلي فكرة حلوة قوي. ايه هي؟ تعالي وانا اقولك. ماشي. تعالي يا ماما. انت هتعملي ايه؟ اصبري يا غزل بس، هتفهمي كل حاجه دلوقتي. انت عارفه الدنيا تنغنغ معانا قوي يا غزل. بجد؟ بجد يا غزل. ايه ده؟ مفتاح الشقه ما مفتاح العربيه. دماغي كانت فين انا؟ ماشي يا ماما. انت بتعملي ايه؟ وايه العجينه اللي في ايدك دي؟ هقول لك انا يا غزل، دلوقتي انا بعمل نسخه من مفتاح شقه استاذه ندى عشان اسرقها، عشان هي بتضايقني في الطلعه والنازله. ايه يا ماما، فكرتك حلوه قوي يا ماما. دي فكرتك ايه يا ماما؟ حلوه قوي. ماشي يا غزل، يلا بينا. ماشي يلا يلا يا ابا. يلا يا غزل يلا. مدام ندى، هاتي مفتاح العربيه. لا بنضفها لك يا مدام ندى. يا ستي بقول لك هاتي مفتاح العربيه، كل حاجه لازم سؤال سؤال سؤال. ما تجيبي على طول، في ايه؟ خلاص خديها. هتحايل عليكي انا. يا مدام ندى، روقت لك العربيه اهو، ظبطتها لك، بس الدنيا تشتي والله. ماشي شكرا. خلاص سيبوه. بنت يا غزال. نعم. شكلها كده يا مدام ندى ماشيه. يلا بينا نطلع نقلب الشقه. يلا يلا بينا. بنت يا غزال. نعم. بس حلو قوي فكره الصلصال دي، عارفه اول ما طلعت اللي ولا 50 جنيه طلع لي المفتاح في ثانيه. ايوه يلا بينا يلا. بسرعه يا بنت غزال، تعالي خش بسرعه. يلا يلا مفيش حاجة ولا هنا برضه، ده كله هدوم. بنتي يا غزل بتحبي تشوف الحلم اللي فيها ايه؟ الله يا ما. بصي ده، بصي ازاي ده؟
صاحبي يا غزل. الله يا الله هو اكبر يا غزل، ده احنا هنتنغنغ يا بتشاف. صحيح اما نعم يا غزل. تعالي بقى يا ماما نفتش بقى الشقه. لا نفتش بقى الشقه ايه، ما تبقيش طماعه يا بنتي يا غزل، كفايه الدهب ده، ده الدهب ده يعيشنا. بصي ملوك ماشي. يلا بينا يلا بينا يا بنتي يا غزل. يلا 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 بينا يا غزل يلا. يا عمو ايه يا غزل، انت ليه سبت الشنطه؟ هقول لك انا يا غزل بقى، الشنطه دي فيها بطاقه، والبطاقه فيها صوره واحده ست، يعني مدام ندى لو طلعت ولقيت الشنطه دي وشافت البطاقه اللي فيها هتعرف اللي سرق الشقه الست اللي في البطاقه. ايوه يا ماما فكرتك حلوه قوي. ومش هتشك فينا يا غزل. ايوه صح. شفتي دماغ امك شغاله ازاي؟ ايوه شغاله. يلا بينا بسرعه يلا بسرعه قدامي بسرعه. بس اقول لك حاجه، ايه يا حبيبتي؟ النادي كان ناقصك النهارده. والله كنت عاوز اجي معاكي بس عشان خاطر العيال. بس ده اقول لك حاجه، الجو كان بيشتي بس ما كانش ساقع، يعني كنت كده تشربي الكوفي بتاعك بمزاج. انا كنت خايفه على العيال ياخدوا برد. ايه ده؟ في ايه يا حبيبتي؟ ندى الحقيني يا ندى. في ايه؟ في شنطه غريبه عندي في الشقه. شنطه؟ ايوه مش شنطتي. لا ايه ده؟ طب افتحيها كده. هي جواها محفظه. بصي دي جواها بطاقه مكتوب فيها ايات صالح. ايات صالح؟ انا اصلا ما حدش معاه مفتاح شقتي غيري انا وجوزي بس. اعمل ايه ولا اتصرف ازاي؟ مين دخل شقتي من ورايا؟ انا مش عارفه. ما تخافيش يا هبله، ده زمان جوزك كان معاه واحده في الشقه. ايه انت بتقولي ايه؟ خشي شوفي حاجه غريبه في اوضه النوم كده. لا استحالة استحالة يا بنتي. ندى. نعم. الأوضة زي ما هي، مفيش أي حاجة متغيرة فيها. ده كده بيلعب بذكاء. ازاي أنا مش فاهمة؟ بصي دوري على دهبك كده، لا تكون اللي كانت معاه سرقت دهبك. أنت متأكدة من الكلام ده؟ أيوه ده بيلعب بذكاء كده. يا نهار أسود الحقيني يا ندى. في إيه؟ دهبي اتسرق. أنا قلتلك أنا قلتلك. فيه يا ندى؟ مالك يا ندى؟ كلمتيني مال صوتك يا حبيبتي، في حاجة ولا ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ اسأل نفسك، اسأل الهانم اللي انت كنت جايبها. بقى انا يا احمد تخوني يا احمد بعد العشرة دي كلها، وفين؟ في شقتي كمان. انت بتهزري يا بنت ولا ايه؟ انت بتضحك على ايه؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه؟ ما ده الكلام ده مش منطقي يا ندى يا احمد. الأمورة اللي انت جايبها جت سرقت الذهب بتاعي ومشت. لا ونسيت شنطتها، ما هي اخدت الذهب خلاص. ندى انت بتعملي مقلب فيا ولا ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ انا مش مصدق. فيها ندى في ايه؟ بطل ده تلعبني بذكاء، حرام عليك، ده انا بحبك يا احمد، ليه تعمل فيا انا كده؟ شفت مني ايه وحش؟ بتخليني اروح النادي عشان انت تجيب واحده هنا الشقه. انا اجيب واحده الشقه هنا؟ اهي شنطتها اهي. شنطتها؟ ايوه. حرام عليك يا احمد، طب انا دلوقتي انا رايحه بيت ابويا وامي، اروح اقول لابويا وامي ايه؟ احمد بيخوني، احمد اللي بقول فيه اشعار بيخوني. انت بتتكلمي بجد بقى؟ شنطه مين دي؟ هو ايه اللي انت بتعمله ده؟ شنطه مين دي يا ندى؟ لا والله متفاجئ. شنطه مين؟ صح مش عارف دي شنطه مين صح؟ اقسم بالله ما اعرف شنطه مين. الله يا احمد انا مصدومه فيك، انا مش عايزه. استني بس اقول لك حاجه. يا عم يا بنتي استني. ايات صالح؟ لا اتفاجئت باسمها صح؟ والله العظيم. حرام عليك يا بنتي، افهمي بقى ليه تجرحني كده يا احمد؟ اذيتك في ايه انا؟ يا بنتي الشنطه دي انت بتاعتك انت. بقول لك ايه يا احمد، انا رايحه بيت ابويا وامي، روح للاموره بتاعتك وقول لها هاتي دهبي واديها شنطتها. استني مستني بس واحده واحده، انا افهمك انا كنت فين. انا مش عايزه افهم حاجه والله. اقسم بالله العظيم ايوه واضحه. طب والله العظيم ما اعرف شنطه مين دي، صدقيني واحده واحده يعني، ده واحده واحده عشان اعرف نحل الموضوع. الشنطه دي دخلت هنا ازاي؟ ما اعرفش. الو ايه يا محمد؟ يا ابو خميس انت كنت فين؟ انا من شويه معاك. انا انت قلت ليه؟ احنا كنا فين انا وانت مع بعض من شويه؟ كنا في الشغل بالخلاص ورا. انا ولا ايه؟ لا انا سبتك. لا ما سبتنيش خالص، كنت معايا. طب سلام يا محمد اهو. صدق مين هيشهد العروسه؟ ده صاحبك اكيد متفق معاك. وسع كده يا ندى. وسع مش عايز اعرفك يا ندى. في سوء تفاهم صدقيني. موضوع بجد ولا ايه؟ لا
عيال صالح. طب العمل ايه دلوقتي طيب؟ ومين اللي جاب الحاجات دي هنا؟ سلمى. ايوه مدام ندى. بقول لك ايه؟ هقول لك حاجه بس، وحياه بنتك عندك وغلاوتها كده عندك. في ايه يا مدام ندى بس؟ انا لما رحت النادي الصبح احمد جوزي جاب واحده هنا وطلعها فوق معاه في الشقه. انا ما شفتش حاجه مدام ندى، انا ما شفتش اي حاجه. اه ما هو مظبطك، هو مظبطك عشان كده بتقولي كده. والله العظيم ما انا سايبك، انا بحلفك بغلاوه بنتك عندك يا شيخه. ولا مالي يا مدام ندى، هتقولي مش هسيبك ومش هسيبك، انا مالي انا؟ ما هو مظبطك، هو اللي عيالك مراضيكي. قوليلها قوليلها، مفيش حد طالع معايا النهارده، انا عارفه. انا قلت لك ما شفتش حاجه مدام ندى. والله لما اشيكي من هنا. انا مالي انا يا مدام ندى، انا مالي. بنت غزاه. نعم. عايز اقول لك على حاجه. اتفضلي. استاذ احمد جوز الاستاذ ندى لما يجي هقول له مدام ندى هددتني وانا لازم اروح البلد دلوقتي. ماشي.